لان المغرب عزيز علي بزاف بزاف بزاف، يعني عدت معناتها عروض جاتني من كل مكان، لكن معناتها كي جا معناتها جيت كنت سي عزيز كنت جا عندي للدار فهمت ولا، وكان انسان تري سمباتيك معناتها تري اثر عليا معناتها في وجهه نظري رغم معناتها فما عروض كثير هكا، فلقيت الرحمه نتاع سي عزيز وانا متواتر معكم مع الرجاء، لان الرجاء معناتها انا جيت في السابق قبل الكونديمون كان تفتكروا شوية مع توجيب في ظرف مع تقصير وقصير جدا، ومع هذا عملنا معناتها نتائج معناتها يمكن ما نسميها بالنسبة لي معزة، معناتها وصلنا الدور النهائي وطلعنا مع بايرن ميونخ في الدور النهائي ضد جارديولا وصلنا 2-0 وكنا عملنا مباراة نوعا ما ممتازة. فرجوعي للرجاء معناتها حاجة نعتز بها، نشكر سي عزيز نشكر إدارة نادي معناتها للتفكير في فوز بالضبطي، نشكر على الكلمات الطيبة على قراهم توا، وأنا مش عارف قطرت كلام ما تراو مني كان خير، أنا جينا هنا للعمل فما كان العمل، والعمل هو اللي معناتها يجيب النتائج، وأهم شيء النقطة هو تحصيل أداء اللاعبين، بطبيعة الحال معناتها ما يكون أداء اللاعبين معناتها طيب وإيجابي إلا ما يكون في موجود فما انضباط وفما عدة أشياء معناتها نفسانية يلزمنا نتغلبوا عليها، والرجاء معناتها معروف في العالم كل معناتها يمكن مش في العالم العربي برك معناتها في العالم تقريبا كل فهمتوا كانوا من فريق من العمالقة عمالقة الفرق الموجودة في الجمهور ومعناتها الجمهور العربي تقريبا. على كل نشكركم جزيل الشكر على التفكير في فوز بالضبطي، نشكركم جزيل الشكر على السوليتاسيون على نتائج، نشكركم على الترحاب، نشكر على كل شيء، وانا مش غريب بالمغرب وديما نعاود نقول راهي المغرب عزيز عليا برشا فهمتي، وكانش موجود انا في المغرب وانا بطبيعتي راهو معناتها عادة الناس تعرفني ما نحبش الغربة برشا، ما خرجتش مثلا الخليج معناتها فهمتني، لكن المغرب معناتها نحس بنفسي معناتها بين اهلي بين احبابي ما فما حتى مشكلة كانش معناتها ديما المغرب تبقى عزيز عليا فهمت ولا، ومعناتها كان ترحاب وانا من نفس الشيء معناتها ان شاء الله نكونوا في المستوى، وان شاء الله الرجاء السنه هذه معناتها ترجع لاعلى المستويات نتاعها بقدرة الاله معناتها بالعمل